امبارح نادي ليفربول فاز على فريق ويست هام يونايتد بنتيجة كبيرة 5-1، وسجل محمد صلاح هدف لليفربول وتأهل إلى الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية. كمان في الدوري الأوروبي كان في مجموعة من المباريات المهمة والكرنفالية. مثلا في الدوري الإسباني قدر فريق برشلونة يحافظ على تصدره للدوري بعد ما فاز على فريق هتافي بهدف. تفاصيل أكتر هنعرفها عن المباريات من الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي اللي بينضم إلينا على الهواء. صباح الخير يا أستاذ نبيل. صباح الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ محمد ولكل المشاهدين. في البداية هنبدأ مع ماتش ليفربول والنتيجة الكبيرة اللي فاز بيها ليفربول على ويست هام يونايتد 5-1. شفت مباراة ليفربول وويست هام يونايتد إزاي؟ يعني بالتأكيد طبعا انتصار كبير لليفربول، نتيجة كبيرة حققها في بداية مشواره ببطولة كأس الرابطة. نجمنا طبعا محمد صلاح سجل هدف ضمن الخماسية، وكودي جاكبو وأيضا دييجو جوتا كل منهم سجل هدف. يمكن طبعا ليفربول بيحاول ان هو في بداية الموسم يثبت قوته مع المدرب الهولندي أرني سلوت. شفنا في المباراة اللي فاتت على مستوى الدوري الإنجليزي فوز ثلاثية نظيفة على بورنموث، وقبل كده في بطولة دوري أبطال أوروبا والفوز الكبير على ميلان على أرض وسط جماهيره بثلاثية مقابل هدف، بيعوض ده يمكن الإخفاق المفاجئ اللي تعرض له الفريق أمام نوتنغهام فورست وصرف هدف على ملعبه. طبعا يعني محمد صلاح بيقدم مستوى مميز في الموسم الحالي، وده يمكن اللي بيزيد من الضغوط على إدارة ليفربول إنها تحسم تجديد عقده في أقرب فرصة. طبعا بشكل عام طبعا ليفربول بينافس بشكل قوي في أكثر من جبهة على مستوى صدارة البريمير ليج، بينافس ويقترب من مانشستر سيتي اللي كان تعادل في الجولة اللي فاتت مع أرسنال، وأيضا بالنسبة ل على مستوى المنافسه في الدوري في دوري ابطال اوروبا يسير بخطى ثابته وبدايه موفقه، وايضا على مستوى كاس الرابطه يمكن البطوله اللي بتنطلق الادوار التمهيديه منها مبكرا. فوز كبير ومريح على ويست هام، يمكن تاريخ تفوق ليفربول على ويست هام مش غريب، وحقق انتصارات كتير بنتائج كبيره في الفتره اللي فاتت، يمكن برضو كان بنفس النتيجه في ايضا كاس رابطه المحترفين الموسم الماضي بخماسيه مقابل هدف. جميل. يمكن دي المفارقه اللي بيحققها ليفربول في انتصاره الكبير. طيب استاذ امير، من كاس رابطه المحترفين الانجليزيه نروح مع حضرتك للدوري الاوروبي. امبارح الدوري الاوروبي يعني شاهد كده نقدر نقول مباريات كرنفاليه، تعادل نادي نيس الفرنسي مع ريال سوسيداد الاسباني، وكان في ماتشات مهمه جدا، شايفها ازاي؟ بالتاكيد طبعا يعني يمكن كان في نتائج مثيره في بطوله الدوري الاوروبي اللي بتنطلق. للتذكير طبعا هي بطوله الدوري الاوروبي تتخذ نفس النظام الشكل الجديد لدوري ابطال اوروبا من حيث زياده عدد الفرق المشاركه بدلا من 32 الى 36 فريق كل فريق، بدلا من بقى دوري ابطال اوروبا كل فريق بيلعب 8 فرق، على مستوى الدوري الاوروبي كل فريق بيلعب 4 فرق مختلفه. يعني بالتاكيد طبعا زي يمكن ما حضرتك ذكرت نيس الفرنسي واللي بيلعب ضمن صفوفه مدافع النادي الاهلي السابق منتخب مصر محمد عبد المنعم. صحيح تعادل بهدف لمثله مع ريال سوسيداد، ربما لا تكون النتيجه الافضل، ولكن لا ننسى طبعا ريال سوسيداد من الانديه القويه. شفت اداء محمد عبد المنعم ازاي يا استاذ امير؟ أداء محمد عبد المنعم شفته ازاي في الماتش؟ هو للاسف يمكن لم يشارك عبد المنعم، يمكن لم يعتمد عليه بشكل اساسي المدير الفني يعني في المباراه. يعني بشكل عام هو بيمتلك الثنائي الكندي مويس بومبيو والبرازيلي صاحب الخبرات صاحب ال 40 عام دانتي في قلب الدفاع، عشان كده يعني هو محمد عبد المنعم بالنسبه لهم لاعب المستقبل، ربما يعني ان لم يحصل على فرص في الوقت الحالي ولكن ايضا سيكون له فرصه في المشاركه في قادم المواجهات، لان نيس بيشارك في اكثر من بطوله طبعا على مستوى الدوري الفرنسي وايضا بطولتي كاس المحليتين وبطوله الدوري الاوروبي. يمكن ايضا كان نيس حقق فوز كاسح على سانت كيان 8-0، وكان ايضا محمد عبد المنعم على مقاعد البدراء في هذه المباراه، لكن بشكل عام ده لا يدعو للقلق. محمد لسه صغير، لسه قدامه فرصه، يعني ما يستعجلش على فكره المشاركه، لان ده من السمات المهمه جدا للاعب اللي وان شاء الله يعني نشوفه في ماتشات جايه محمد عبد المنعم، والرهان عليه زي ما انت قلت في فريق نيس. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الناقد الرياضي امير نبيل، وصباح الخير على حضرتك.